السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. موجود لدينا عجول انجص اسود عدد 30 راس بفضل الله، عجول زي ما قال الكتاب موازين 550 كيلو بفضل الله، حاجة زي ما قال الكتاب وبسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو عجول ما فيهاش كلمة. العجول دي يا جماعة على فيتي مزارع كبيرة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. العجول بسم الله ما شاء الله عليها حاجة زي ما قال الكتابة، هي تصافي عالي، تصافي ممتاز، عجول تستفاد كتاف، كل حاجة موجودة بفضل الله فيها ما فيهاش كلام. العجل قدام حضراتكم موات الانجص الاسود، عجل اسباني بيور بسم الله ما شاء الله، حاجه زي ما قال الكتاب اهو. الجزارين حبايبنا الناس المحترمه، موجود الشغل ده بفضل الله. لو انتم عايزين الشغل ده طبعا هتتواصلوا معانا على التليفونات بتاعتنا اللي هي 010 11 56 86 27، او الاتصال على 012 744 75 979. ان شاء الله باذن الله في انتظار حضراتكم. العجول بسم الله ما شاء الله ما فيهاش كلام. العجول ديت لو انتوا عايزينها بفضل الله موجوده، تصافي العجول الانجص ممتاز، لحم مرمري، حاجه بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب، زي ما انتم شايفين اهو حاجه الله اكبر عليها، مش محتاجه كلام بصراحه. فاللي ان شاء الله محتاج الشغل دوت موجود، هما 30 عجل الموازين بتاعتهم 550 كيلو متوسطات، تمام كده، وحاجه بسم الله ما شاء الله متستفه. اللي انتوا عايزينه احنا تحت امركم فيه على قناه محمد ابراهيم، بس يا ريت تدعمونا بالقناه وما تنسوش اللايك والاشتراك، عشان ده بيدعمنا ان احنا نوصل لكم كل اللي انتوا عايزينه، سواء من المتابعين سواء من الناس اللي هتشوفنا على القناه. نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى النجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.